راس قلبي، من تونس، من نابل، من قربة حبيب قلبي. بيجيت دولة قطر 2016 في هذا المجال، بس بديت من الصفر الحمد لله. ساعدوني معي الشركة وتطورت، وبسم الله الرحمن الرحيم تطورنا على بركة الله. هذا دكتور كار اسم المحل، بس الشركة دايتيك، هذه 200 فرع بالعالم، احنا وكيل حصري هنا في الدوحة. وهذا تأسس من زمان، بس الفرع فتح في الدوحة بقى له 7 سنين الحين. خدماتنا بتكون غير شكل على الخدمة الثانية، لأن عندنا مواد صديقة للبيئة داخل السيارة غير مسرطنة، بالتنظيف وتنظيف عميق، نهتم بالسيارة نفس ما تهتم أنت ببشرة شعرك، شيء نفس الشيء، نهتم بدقة التفاصيل. جميل جدا. أيوة. يعني اليوم احنا زي ما شايف تلميع السيارة، حماية الضلع، الأدوات اللي موجود أكيد وانا. حمام داخلي خارجي بولش، كل شيء، مختصين أكثر شيء في اللون الأسود. عندنا سيراميك من أرقى أنواع السيراميك، شركة دايتك. أنت أمورنا إن شاء الله الأمور طيبة. إحنا تميزنا إن إحنا مواد نجيبوها من السويد، موادنا معناتها نجيبوها خاصة للسيارات، نعطي كل سيارة معناتها مواد خاصة بها، الأسود غير شكل، أبيض غير شكل، نستغلوا على السيارة تنظيف عميق للسيارة، ستيبات، كل شيء إحنا للسيارة حاضرين، أدق التفاصيل نهتموا به أهم شيء. جميل جدا. والله احنا سعرنا مش قليل، بس الحمد لله العملاء مقدرين هذا الشيء، وفي ناس بترغب هذا الشيء ومتواصلين معنا الحمد لله رب العالمين. خطة التطورية ان شاء الله نبلشوا ان شاء الله في الفروع بسم الله الرحمن الرحيم، ونتطوروا والبلد في امن وامان الحمد لله، وان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم على البركة بتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم مش على مستوى قطر، على مستوى العالمي بسم الله الرحمن الرحيم. والله شوف اكثر شيء عائلتي اللي هي لقبها قلبي كل شيء، هذا اولاد فريجي، اولاد حيي، كل شيء، ناس كلها اشكرها كل شيء، والناس اللي ساعدتني اصلا حتى في الغربه هنا الحمد لله رب العالمين. واليوم الاهل شو راح توجه لهم رساله؟ الاهل اقول لهم يكونوا فخرين بابنكم بسم الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله من احسن الى احسن، وان شاء الله بسم الله رب معانا. انا اقول عايش تيد ومربي طول في عمارهم، وان شاء الله الدوحة زيد خير على خير، يا رب ما شفنا منها الا الخير، الحمد لله احنا فرحانين وحابين هذا البلد نفس بلدنا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي 55 سنة.